مسافة ال 1200 اندفعت على بركة الله جهاد وافراس السنتين في الشوط السادس على مسافة ال 1200 متر في شوط انتاج السعودية مفتوح هانديكاب من 0 الى 60 قيمة الجائزة 80,000 ريال سديف. تبدأ الانطلاقة مع ريمانا انطلاقة هذا الشوط ريمانا تتقدم الجهاد والافراس في هذه المواجهة سديف في المرتبة الثانية فيما منصحة تبدأ الزحف في المركز الثالث في حضور البشت ايضا مع منتوق العنق ايضا في المنتصف في المرتبة الرابعة فيما الصدارة لريمانا في المركز الاول مع عادل الفريدي مطاردة من سديف مع رودريغز الانعطاف الاخير. مشاهدينا الكرام ريمانا تواصل بطول الان فيما سديف من الخارج ستندفع ربما في هذه المواجهة من يأتي صراع ايضا في الجزء الايسر من الشاشة فيما صراع ريمانا وسديف في صدارة هذا الشوط. ريمانا هل تواصل في هذه الانطلاقة السريعة والرأسية تبتعد بتوسيع الفارق من يأتي شراسة ربما تندفع بقوة لملحقة ريمانا التي تحافظ اذا مشاهدينا الكرام وتنتزع انتصارها الاول بكل اقتدار قوة